للمدبر عاصفة وللمسيء ناسفة. لا إله إلا الله والمسيء عدو الله. لا إله إلا الله والزنديق عدو الله. الله أكبر عاصفة وللمرتد ناسفة. يا للعار يا للعار، باعوا النصرة بالدولار. ويا للعار ويا للعار، وباعوا النصرة بالدولار. لا بقينا لا بقوا، إن ظل حيا يرزقوا. الإعدام الإعدام لمن سب خير الأنام. الإعدام الإعدام لمن سب خير الأنام. لا بقينا لا بقوا، إن ظل حيا يرزقوا. هي لله هي لله، لا للسلطة ولا للجاه. هي لله هي لله. وداعي الرشاد تلموا لنصرة خير العباد. وداعي النجاة وداعي الرشاد تلموا لنصرة خير العباد. وداعي النجاة وداعي الرشاد شفيع الأنام عظيم المقام نبي السلام رفيع العباد كما للخصال وزين الرجال وعين المرجل كما للخصال. هلموا لنصرة خير العباد. وداعي النجاة وداعي الرشاد شفيع الأنام عظيم المقام نبي السلام رفيع العماد كما للخصال وزين الرجال وشاعر رسول الله الشيخ محمد بن زكي وعين فكيف يساء له بيننا لعمري لقد طاب فرط القتال. فكيف يساء له بيننا لعمري لقد طاب فرط القتال. فلا عيش يهنى إذا لم تطهر. فلا عيش يهنى إذا لم تطهر من الرجس والفسق هذه البلاد. فكيف نكون رسول الإله. فكيف نكون رسول الإله. فكيف نكون رسول الإله لنهلك مثل ثمود وعاد. هلموا لنصرة خير العباد. وداعي النجاة وداعي الرشاد شفيع الأنام عظيم المقام نبي السلام رفيع العماد كما للخصال وزين الرجال وعين الجمال وتاج المراد. ودون ذراه تسير النفوس. ودون ذراه تسير النفوس. ودون الرسول يطيب الجلاد. ودون الرسول يطيب الجلاد. وكيف يساء له بيننا لعمري لقد طاب خرق القتال. فلا عيش يهنى إذا لم تطهر من الرجس والفسق هذه البلاد. وكيف نخون رسول الإله. وكيف نخون رسول الإله لنهلك مثل ثمود وعاد. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا. لا ننسى أن نندد بفعلة واللمين محمد الذي دافع عن والمخيطير ووقف أمامه وما زال يقف أمام المحاكمات ويطالب بإطلاق سراحه بكل وقاحة. لا ننسى أن نندد بهذه الفعلة النكراء. وقد قلت البارحة ردا على واللمين اخلو ذي رطاح من العين واللمين وعاد رزية يالله لمسه واللمين في نفسه ما رد علي. اخلو ذي رطاح من العين واللمين وعاد رزية يالله لمسه واللمين في نفسه ما رد علي. وقال واحد من الشباب خليه واللمين عادي طاها ويحامي عن مقبوح مفضوح. وهذا شيء عادي مفضوح يحامي عن مفضوح.
خلوا النمين عادي، طه ويحامي عن مقبوح مفضوح، وهذا شيء عادي، مفضوح يحامي عن مفضوح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر هذا الجمع الكريم، والنصرة متواصلة إن شاء الله إلى أن تقر أعيننا بإعدام ابن الخطير، إلى أن تقر العيون بإعدام المسيء، إلى أن تقر العيون باعتقال جميع الملحدين والمدافعين عن المسيئين إن شاء الله. معانيك كنه لا يحيط به كشف، وحبك شهد لا يمل له رشف، فمنك استمد البحر معنى سخائه، وفيك تناهى البر والشرف الصرف، وعنك قوى المداح خارت وقصرت، فلا مادح إلا ويغمره الضعف، وكيف وأنت المصطفى قبل نشأة الخلائق نور قبل تكوينها يطفو، وكيف وأنت المصطفى قبل نشأة الخلائق نور قبل تكوينها يطفو، يحيطك معنى في تعابير شاعر تعثرت الأفكار في ذهنه تغفو، ولو أن ماء البحر أقلام، ولو أن نبت الأرض أقلام كاتب، وأبحرها حبر وظاهرها صحف، وكان جميع الخلق من عهد آدم إلى اليوم تاليهم لأولهم يقفوا، بمدحك لا شغل سواه لديهم، لما استطاع أن يحصي آلاءك الوصف. فما لك ند جل شأنك عنهم، وما لك فيما قد برى ربنا صنف، وما الناس إلا كالصغار حظوظهم تسيرهم، لا جو بينهم يصفو، فإن جهلوا بالحلم تغسل جهلهم، وإن منعوا تعطي، وإن ظلموا تعفو، كذاك براك الله روحا مطهرا له الفضل يهفو، مثل ما نفسه تهفو، وما لي عزاء في امتداح محمد صلى الله عليه وسلم، وما لي عزاء في امتداح محمد سوى المتنبي، وهو شاعرنا السقف، فوا عجبا مني أحاول نعته، وقد فليت فيه القراطيس والصحف، وما حارت الأفهام في عظم شأنه بأكثر مما حار في حسنه الطرف، والسلام عليكم. واللي مخيطير مناصرته في الشر جماعة ساندته، منها بعد أخته عيشته، والناجي واللو ورخستين عبد الله وامينته، منت المختار واللمين ورخست طلاب يا جار طرفه. الكفار منين اجتمعت؟ الكفار منين اجتمعت في تشوه سمعة نبينا فيدينا، ما قدت سمعة نبينا فيدينا مينا؟ الكفار منين اجتمعت في تشوه سمعة فيدينا نبينا، ما قدت سمعة نبينا فيدينا مينا؟ هذا قاف قط شفته مكتوب على صفحات فيسبوك ايام رساء الاولى، كاتبوا حد يا واجع ولاني مذكر اسمه، ورقت نطلع بذو طلع، قلت له سبقك فات ذاك الرسام، سبقك فات ذاك الرسام، شك انه لاهي من مقام نبينا ينقص قد قرام فاخلقات المسلمين، سبقك فات ذاك الرسام، شك انه لاهي من مقام نبينا ينقص قد قرام فاخلقات المسلمين، وسبقك مخرج راقب الافلام يشوه سمعة نبينا، وسبق ذا كامل قاع ازلام الكفار الملحدين راقب تسمي سيد عدنان، سبقك فات ذاك الرسام، شك انه لاهي من مقام نبينا ينقص قد قرام في اخلاقات المسلمين، وسبقك مخرج راقب الافلام يشوه سمعة نبينا، وسبق ذا كامل قاع ازلام الكفار الملحدين راقب تسمي سيد عدنان البشير الطاه المنان المعنى والدرجة والشان واعطاه الشفاعة فينا، وسبق ذا كامل قاع ازلام الكفار الملحدين راقت اسمي سيد عدنان البشير الطاه المنان المعنى والدرجة والشان واعطاه الشفاعة فينا، وحشمه هما وانت حشمان وهما وانت ملعونين، وسبق ذا كامل قاع ازلام الكفار الملحدين راقت اسمي سيد عدنان البشير الطاه المنان المعنى والدرجة والشان واعطاه الشفاعة فينا، وحشمه هما وانت حشمان وهما وانت ملعونين،
الكفار منين اجتمعت في الشوة سمعت فيدينا نبينا، ما قد سمعت نبينا فيدينا مينا، ما لا حق ما لا فيدينا مينا، ما لا ما قد تلتحق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيش لاهي قاعد قد نقول في خلاقة خاتم الأنبياء، أخيار اللي منها مرسول وأخيار الموتى والحية. هذا قاف أخر شفتم ملي ومكتوب وبقيت نطلعه، قلت له أنا قاع إلى قدرنا، أنا قاع إلى قدرنا، ولا متطفل بعد على الغنية يسمحوا لي المغني، أنا قاع إلى قدرنا، عدت من الشطار في الغنى السياني وزن والمعنى والزايد به الحمشية فغناية هي والعثنة، قدرنا لكامل فيه. شلاهي قاع قد نقول بخلاقة خاتم الأنبياء، أخيار اللي منها مرسول وأخيار الموتى والحية. لا هنا أختم بذي طلعة في البداية الناقص، يانا بدعك عفاك، لا يتحيد يحظيك عن مدح بيك الجاك بالرسالة، واللي فيك لا هي يشفع لذاك، واللي لا هي يسقيك من حوضه، ما نقلاك به الرحامة بيك. والسلام عليكم ورحمة الله. نورك أتاه لبت نورك يا السراج المنير، خصك به الحي القدير، واس مقامك فات كبير الحي القدير وعلاه، وكافي البشير النذير عن مدحك فات قبيل الله، ونفديك بروحي وبدمي ومالي والعندي من جاه ومن أخوت أبويا وأمي فداك يا رسول الله، فداك يا رسول الله، فداك يا رسول الله. نورك يا السراج المنير خصك به الحي القدير، واس مقامك فات كبير الحي القدير وعلاه، وكافي البشير النذير عن مدحك فات قبيل الله، ونفديك بروحي وبدمي ومالي والعندي من جاه ومن أخوت أبويا وأمي فداك يا رسول الله. إذا أدعو أحمد والحمدي والجريفي يلقي مداخلته إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ما نقبل منا الاعتذار، ما نقبل منا الاعتذار، في الود حقين علينا خذلان الكفار وعلينا نصرة نبينا. ما نقبل منا الاعتذار، في الود حقين علينا خذلان الكفار وعلينا نصرة نبينا. الكفار بحق الرسول، ذاك اللي قال له ما هو مقبول الزور اللي ما عنده مدلول ما مشبرال وبينا. الكفار بحق الرسول، ذاك اللي قال له ما هو مقبول الزور اللي ما عنده مدلول ما مشبرال وبينا. كذب احمر، واحنا ما معقول قاع انه يدخلوا وذنينا ويدخلوا وذنينا، وفضول كوني لا عدنا جنينا. ما نقبل منا الاعتذار، في الود حقين علينا خذلان الكفار وعلينا نصرة نبينا. والمس من نبينا، المس من نبينا، فتنا منكر عنه كان سكتنا، من درت شنهي حجتنا، واجب تغيير وبيدينا، وإلى ملاك بلسنتنا والله بعض بقلوبينا، نبينا قايد من الاثنين دار في صورة مشينا. ما نقبل منا الاعتذار، كما تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المس من بينا، فتنا منكر عنه كان سكتنا، من درت شنو حجتنا، واجب تغيير وبيدينا، وإلى ملاك بلسنتنا والله بعض بقلوبينا، نبينا قايد من الاثنين دار في صورة مشينا. ما نقبل منا الاعتذار، ذاك مال رسول الله اللي فات الله اصطفاه واختار رسوله ومشاه رحمة للعالمين. سيد مضر، سيد عفاه الأولين والآخرين، أبويا وأمي وأنا فداه والكامل يتعلق بينا. ما نقبل منا الاعتذار، في الود حقين علينا الخذلان الكفار وعلينا نصرة نبينا. وتزهزي كفار وحاكم بلا تأثير في شراكة نعليه، يا غير اللاك أنو ذاك زهزي بينا، وأهل زهزي بيه أهلاك ما ردوا هذوك علينا، هو كافيت إنا كفيناك المستهزئين. ما نقبل منا الاعتذار، يوم المحشر لدمية تتلاحق والشمس قوية، والواحد روحه ملوية من خلع الأحوال بتينا، يوم الشفاعة مرجية من جميع النبيين، فنيل تعرض الأنبياء نبينا يشفع فينا. ما نقبل منا الاعتذار، في الود حقين علينا خذلان الكفار وعلينا نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. جزاك
الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. نبينا مدحوا فات الله في القرآن وفات اصطفاه، والمدح المدح بها راه عجازا احنا عن كيل. ايش لا يجيب المدح وراه؟ إلا تم دغفك سيد والمداح دفاع معاه تقول وراني وين، وذاك من مدح الله عطياها استيعابه قاسي نيلو. شاعر داير يلحس قدحو رافد فيه نهار وليل، ونحليل ولا فرغ مدحو والله نص واضح ليلو. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا. شرفت المدينة مرحبا يا خير الدا. الله الدرجة جاب لها قال لها عنها تجسد ومن أين خلقها، قال لها كوني فكانت. محمد صلى الله عليه وسلم فضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا لا هي نطفل وتوفى مع هذو الناس اللي يا متحمان قد تكون نقول لك زينف هذه دولة الإسلام تتوافق كاملها والدور اللي ولي مخيطين الإعدام لين يموت وهو محقور، فمنين اللي بيه تجوجين والجهل، فمنين اللي بيه تجوجين والجهل وبرون اللعين عاد قبار الصادق الامين حبيب غفور الشكور يسميه احنا ذو مسلمين يا الناس ولا راهو محذور. الرحمه محمد الامين المهداة اللي جاب السرور للناس وخواها بالدين وبيه الكون تكون ويدور يشفع فيكم في نهار متين فيه الخلق بقده محصور بالحر والعطش وتعاجين، وذاك اللي ينفع فيه البرور لله ورسول ولبوين وباش تجولوا عنكم الغرور. هذا النذل عين سجين في جريمة القار من الزور بالعجلة واسوق الدطعين ذا قبال قوم الفجور. قد اللي قاول مغنين لا خلطهم والشعار من متحك يا الصادق الامين ما يلعقوا عشر المعشار. أمال اللفات الجليل متحك قاع في نص التنزيل بالخلق اللي زين ووسيلة الرسالة بالحي القهار انت، وانت زاد الكفيل بالشفاعة يوم اعتذار الانبياء في اليوم الثقيل. يا المختار انت يا المختار بشاك لله التبجيل طلبته وصلاحة الاخبار في الدارين مع عمر طويل الفكاكة مراه من النار. ولمات ولبات والقبيل ولليل ومن ليمان غيار معانا، ونشوف الجميل ويشوفوه في دار القرار فعلى عليين معجيل. جار نعود وصفوت الاخيار وندوروا يا حفلنا جبريل عن ذاك صبار، والاخبار قد اللي قالوا مغنين لخطهم جماهير مدينة نواكشوط مدينة النصرة. السلام عليكم وليخسئ الخاسئون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نختيل السفارات الغربية في نواكشوط كاملة نعودوا ناديناها هون قبيل لين تسمعنا وتعود تعرفنا، تعود تعرفنا احنا من هنا ومعود يقراوا منا كده. راهم لابسيننا مقلوبين، هما ما فيهم حد اكبر خيمة بمكبولاني، من درا كان فيهم حد اكبر خيمة بمكبولاني هما هاو المجمعين كاملين، فيهم حد اكبر خيمة بمنفرارجان، فينا احنا زاد ما قدوالو الشيخ ملعينين، فينا حد ما قدوالو بكارو السويد احمد، فينا حد ما قدوالو الاحمد العيد، فينا حد ما قدوالو الحاج عمر الفوتي، فينا حد ما قدوالو العبدوكة، فينا حد ما قدوالو أي مجاهد وأي مجاهدة سقطت على هاي التراب الوطنية دفاعا عن الدين الإسلامي الحنيف.
احنا ارواحنا رخيصه وعلى كفنا. الله يقول الفلسطيني منتصب القامه امشي، مرفوع الهامه امشي، في كفي قصبه زيتون وعلى كتفي نعشي. ما هو الروح معزوز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله ولد معزوز عن النبي صلى الله عليه وسلم، وله امراه معزوزه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدموع بعيد فينا بنا اللي معنوياتنا مرتفعه وصدورنا بارزه. ايش تبقوني نحكي لكم؟ انا لما نحكي لكم ما نعود حاكي شيء. ورخصت بوصفك تتلندى، ورخصت بوصفك تتلندى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. يقدر يعود قاع رقاش يستكفى بالرجال والاخوه غير هذا بين قوسين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لاش من الحريات، هذا لاش من الحريات، تجريح البشير النذير في الجرائد والمجلات انحجة حرية تعبير. محمد سيد الأنام صلى الله عليه القدام، درجتنا ما هي قد فام هذو الكلاب الخنازير. حد يقاطعهم، حد يقاطعهم بالتمام ويقاتلهم دون استاخير، يجمع جيشين في ذو الايام، جيش الفتح وجيش التحرير. حد يقاطعهم. محمد سيد الانام صلى الله عليه القدام، درجتنا ما هي قد فام هذو الكلاب الخنازير. حد يقاطعهم بالتمام ويقاتلهم دون استاخير، يجمع جيشين في ذو الايام، جيش الفتح وجيش التحرير. يسوى ما عنده سبقان يوقف مسلح بالتكبير واطلب ربك، يسوى ما عنده سبقان يوقف مسلح بالتكبير واطلب ربك لا تنساها، يقلب بيهم الارض محاذير الدرجه، فان الله على كل شيء قدير. نختار شوي. محمد سيد الانام صلى الله عليه القدام، درجتنا ما هي قد فام هذو الكلاب الخنازير. حد يقاطعهم بالتمام ويقاتلهم دون استاخير، يجمع جيشين في ذو الايام، جيش الفتح وجيش التحرير. يسوى ما عنده سبقان يوقف مسلح بالتكبير واطلب ربك لا تنساها، يقلب بيهم الارض محاذير الدرجه، فان الله على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، صدق الله العظيم. بسم الله. هذه طلعة نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا لا تجبرني.
رسول الله أكبر مقال وانتصور القسمة عنه في الدانمارك. رسول الله أكبر مقال وانتصور القسمة عنه في الدانمارك وللمحتار المارك وقاعدنا منه ما هو عارف عن الرسول مولانا وساهم في الوصول آخر الأنبياء ولا معقول عن هذا ناقص شي منه. طهرت الأملاك العدول مزارف صبو وتسنه ونزله جبريل بنزول القرآن الوحي وسنه ونزله جبريل بنزول القرآن الوحي وسنه وسرى وعرش بما يقول خال الرسل وتبنوا وعرفهم جبريل المرسول به وبوه المارق منه آدم عرفوا وتلا يقول هو وتحاليه منه. رسول الله أكبر مقال ومتنصور ارتسمت عنه في الداني ماركو المحتال ماركو قاعدنا منه. ولا هو عارف عن الرسول مولانا وساهم الوصول خاتم الأنبياء ولا معقول عن هذا ناقص شي منه. طهرت الأملاك العدود مزارف صبو وتسنه وزلوا جبريل بن نزول القرآن الوحي وسنه وسرى وعرش لما هي قول خال على الرسل وتبنوا عرفهم جبريل مرسول به وبوه المارق منه آدم عرفوا وتلا يقول هو عند حاله لنه وأولاد الخلات على طول جبروه وقاموا يتبنوا ولقى يوسف حسين الجاه ودريس مولانا علاه ولقى يوسف حسين الجاه ودريس مولانا علاه ولقى هارون ما اللي لقاه ولقى موسى كريم الله وإياب ودافع عنه وابراهيم الرب مصطفى تحت السدرة جبروه انه عرف عنه من بعد الله انه الله دعوة منه. رسول الله اكبر مقال وامتنصورة ارتسمت عنه في الداني ماركو يعني محتار ماركو قاعدنا منه. واللي مخيطير الله اخزاه واللي مخيطير الله اخزاه. نسأل الله السلامة وسب الجانب رسول الله هذا عنه ما يعان والمخيطير الله اخزاه. نسأل الله السلامة وسب الجانب رسول الله هذا عنه ما يعان. ومطالب دولة موريتان واهل الشريعة واهل البرهان واهل الدعوة واهل القرآن والهيئات اللي مقدامه واللي فينا والهيئات اللي مقدامه مبارك دولة موريتان مبارك دولة موريتان واهل الدعوة واهل القرآن واهل الشريعة والبرهان واللي فينا من علامة واهل المروة واهل الشان هيا ندوسوا الأقدام هيا ندوسوا الأقدام هيا ندوسوا الأقدام هيا ندوسوا الأقدام على واللي مخيطير وأعوان واللي مخيطير البيران أكفر من فرعون وهمان والطغاة اللي هدامهم من نمرود بن كنعان في الكفر امتمنهم قامة وامتن رعى وامتن صقان وسيريهم ندامة والمخيطر والسلام ومعايشي مباركة من اللي يشفع فيكم منه اللي تسولوا عنه في الأقبار منه مستعدين نصوص الفصل ما بكتش يتقبل مولانا منا ومنكم والله ينظر إلينا ومتقربين من إليه عند الله حد مستعد لديه عند الله كرك بيده مستعدين من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم في ذي البلد منه والمخاطر للسعد ومنه والمي أنا أقولك تعالى أبي هدو أنا دوم بيديكم أنا أقولك تعالى أبي هدو أنا دوم مسغوب أصر أعيب الصيف أنا دوم اللهم اشهد أننا أبوهم اللهم اشهد أن هذا البلد وأهله الذين يسجدون لك وراءهم مول خطير ومول مبين علو الناس اللي أساءوا للبلد المسلم لعقيدته صحيحة
جمنا من أولياء الصالحين والعلماء المسلمين في المية عادوا من جماعة متبرع منها ولدمها وطنها بكرعيه وواقي منها وحتى يجي معاها ويساعدها وعود ملحد ولا وضل يساعد ملحدين يرتدوا من الردمة. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أفلحت الوجوه أفلحت الوجوه. أولئك المحامون الأفذل الذين تابعوا عن عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم. حقا حقا إلى أعناق أن تنحني من أجلهم وللرؤوس أن تتطاطا. حياهم الله وشكر سعيهم وثبت لهم الأجر وأنا لهم المبتغى. سيد المختار سيدي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نختار ننبه الناس ونختار الشيد بالدور اللي قاموا به النساء في هذا اليوم الأخير اللي انصركم الله به وفرض على المحكمة العليا نتيجة قرارها. جزى الله النساء وثبتهم خيرا على ما لقوه من تعسف ومن تعذيب. ونختار نشكر جميع المسلمين اللي انتصروا العرض ما بيهم ما بيهم السياسة ما بيهم منفعة مادية يحتسبوا الأجر ويدوروا رضاه هو ليس إلا. ونختار نقول للناس اللي تقول لنا سكتوا سكتوا لا تتكلموا حان قضاء يقول كلمتوا. يشهد الله أننا ما تكلمنا لأن قنطنا من القضاء وقنطنا من العدالة حتى فرض علينا نتكلم. نختار نقول لكم على أن القضاء عند النصارى وعند الشريعة تنقال خصومة فيها اثنين تنقال خصومة فيها لا واحد لاك مات للقضاء لاك مات للقضاء. عند منين تتفاهم النيابة العامة مع عند المحكمة الأولى واللي شدوا وعند المحكمة الثانية مع واللي مهم لاك مات لينقالوا القضاء. القضاء تنقال تنافر واختلاف وعدم توازن بين مصلحتين يقارنين تتفق الناس لاك مات للقضاء لاك عاد الخيانة ذيك عاد المؤامرة ذيك عاد المساس بالعصم ذاك عاد الكفر عاد الإلحاد تبرأنا لله منه. نختار نقول للناس اللي ما تعرف قوانين النصارى وتطايح فيها امصح في النصارى في الإجراءاتهم اللي محرمين الكلام في القضاء عندما يتعود رواية قدام الوكيل والله قدام قاضي التحقيق أما الرواية قدام المحكمة العليا تعود باطلة لما تحضر لها الناس كامل مطلقا. الحلي القانوني فرنسي والله إيطالي والله أمريكي يتكلم ويقول أنه ضد العالمية معناه أن دعوتنا لكم نهاركم لأنكم ترابطوا وتصبروا وتصابروا في سبيل الله قانون صار معاها قوانين المسلمين وشرع الله سابقا. نختار خبركم على أني طلعت قبل قليل على أن في نابولي في إيطاليا الجنسية الفخرية مقدم الولم خطير ولاحقا ستقدم الولمين والطائفة الملحدين. ونعرف نعرف بالتوازي مع هذا ان دور يشهر بيانا ويشهر بيكم انتوما ويشهر بأهل النصرة وانا بعد الاول اتبرع منه اراني لكم يا الخطة ماني محامي لجناب النووي بوي وانما انا خادم لأضعف آل البيت حسنة لخادم الله. نختار نقول لكم على اني عالي بهاي القضية ندور نوفم المحاماة نهائيا نهائيا يا شهد الله. نختار نقول لكم على اني تعديت 40 تعديت 45 والشيء وذنوبه مرايا والخوف من الله وكافيتني هذه اللحظة ينشد علي بيها على الدماغ. استشهد به المقرب ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية السابقة مباشرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا هو جناح الصادقين الجناح اللي ما هو فذا يشهد الله على أنهم
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نختير هون يذكر الناس على أن يوسف لين اليوم نصنت المفتي الجمهورية الإسلامية الموريتانية فات فتان سابق لبعدام ولمخطر واليوم يقول لنا أسكتوا خالوا القضاء. نختير نقول قضاء ما هو خالق طارت به علقة مغربي. نختير نقول وقول لأي حد هامه يدخل في العملية ولا يقول فيها وش الحق. القانون أخبر إحنا فيه الفقهاء ما يعرفوه نستفتاهم ولا في شؤون الدين. القانون فيه أعلن العملية اللي تعدنا بتها حد يتبرع منها ويقولنا ما هي قضاء. ونختير نقول لكم يعلم الله ما ينشابوا قضاة فرنسيين وينداروا في محكمة الاستئناف ما حكموا عليه ولا مخيطر بالإعدام يومين القضاة. نختير نقول لكم والله شهيد على ما أقول وأعبد بهذا ربي أعلن عند منين تسترنا عقب ذلك ثمانية أشهر ما قطينا سلينا حرف. راعوا في الأمين عدل مؤتمرات صحفية وراعوا في الإعلانات وراعوا في الملحدين ينشروا كيف قاب راعوا في الأوكرمو يقول لزي سيكسون فينا دايار معناها الأوامر جاية من السماء وكان الله ما هو في الأرض. إحنا صابرين وساكتين نختير نقول للمفتي وجميع العلماء والفقهاء إن عاقب عرض الرسول عليه الصلاة والسلام الله لا يبقى عرض الفقيه ولا العالم ولا الشريف ولا القبيلة. يتأكد مفتي موريتاني ويتأكدوا جميع العلماء أن لن يستباح عرضه هو ذاك يمدة الحملات على وعلى العلماء وهنا أنا بعد موفي احتمالات يعلم الله الناثري واتصل بجناب النبوي تم في موريتاني ملاك يعلم الله أنني ماشي شور إيطاليا اللي قايسين هو وهون تستحضر القرآن ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الله هو اللي يدور هذه النتيجة يا بدون. نختار ننبهكم على المعامرة اللي شفت البارح على فرانس 24 لا هي اللي نفس المعامرة اللي على قناة الوطنية بين والموين ومهدي اللي على فرنسا كانت البارح نفس الطينة ونفس الاتجاه. يوسف لين واحد منها يتلفت ويقول أعلن عند منين ينتصب محامي للدفاع عن عرض الرسول إن هذه إساءة في حق الرسول. ترى أيهما إساءة من يسكت قضية فرنسا فانتكت خالق يواجعه شاب من أسرة علم وفولاته أنا من مدينتي ولبوا الشيخ العالم الجديد وأنا شخصيا كنت أقريه هون في قسم القانون ومعاه واحد ثاني قعدوا في فرنسا كت وقالوا علينا القضية حق عام وما من يلا يتكلم حد فيها وعلينا من يلا الناس تسكت لا كيف ذلك ملاك نسمعوا الخطة أسكتوا خلوا بين النيابة العامة مع هذا هذا هو القادة. نختار نقولكم على نحن اتصلنا بفرنسا فانتكت وبقينا نعرضوا بوجهة نظر مخالفة ونختار نقول للقانونيين اللي منهم يعرف شي حق على فرنسا إلى 1948 مجلس الدولة الفرنسي اللي تزوج فرنسية من أجنبي أسوأ هو منه يقلع عنها الجنسية به اللي يقول إنها موراليتي دو تاز معناها أخلاقها عاد مشكوك فيها مدري كان خالق شبه الأخلاق أوضع وانسخ من حد يتهم عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. نهار إلى الأسبوع الماضي كنت نطالب الحكومة الموريتانية ونطالبها على أنها تعود ما تقبل طريق إبراهيم وتقلع الجنسية عن والأمين وعن والمخيطير اللي معطيها لهم في إيطاليا. دولة شعارها الجمهورية الإسلامية الموريتانية من يلا تتأسى بإبراهيم وبالقرآن. أنتم تعرفوا في القرآن ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لا أبواه حليم. أنا نختار عبد العزيز ونختار الحكومة تعود أبواها حليمة وتقبل طريق إبراهيم وتتبرأ من الخطة الأثنين. نختار أم اللي لياك القضية ما تعود محامي ولا تعود الشيخ الرضا ولا تعود النصرة ولا تعود جماعة المحبة وجماعة التجانيين جزاهم الله خيرا. نختار الحكومة الموريتانية تجي هي نفسها تعدى اليوم نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو معها الرئيس وفكروا هالجيد المكان. الجانب الثالث
نختير كافة الأحزاب الموريتانية نجي هون نهار ثاني وتعدد أسرة كيف عدلنا احنا المحامين وكيف عدلوا الدبلوماسيين جزاهم الله خيرا وكيف عدلوا التماس. الخطة الفرنسيين كان لين يوسوق على حد انه قطع هادم على أضمان يشيل سحاهم ويقول لهم حسروني وانفوا نسبي يوقي حد مجاهب الرسول عليه الصلاة والسلام ودينه. يا عباد الله ارن لكم البارح وصلت لفرنسا انتكت تقول احباب رسول الله هذا الاسم زين عندنا يا كان احنا عادمنا ما لنا لهين عدلوا حزب باسم هاي الجماعة ولا لنا لهين عدلوا بيت الرقية ولا الحجاب ولا حتى باب المحاماة. معناه انكم يا الخطة اخلصوا لله واستحضروا الاجر تجبروه وقولوا للرئيس والعبد العزيز اعلننا ما لنا ضده وقولوا للاحزاب اعلننا ما لنا معاه ان يتعود معهم على الرسول. لكن مين يخلق القضاء احنا معاهم؟ مين يخلق القضاء احنا معاهم؟ ثانيا نختار نقول لأهل البيت وأحلافهم كافيكم من الضعف على أن القرآن وعطل الخمس ما أتيتوا تجبروه على الأقل بهذا العرض الرسول أعطوه لي يتعاونوا فيه والناس تفهم. نختار نقول الناس على إيماني للأسف من أهل البيت يقر يعلم الله أني حب خدم أهل البيت أكثر من نفسي. سلمان منا أهل البيت، سيد المختار منا أهل البيت، أرانا مشاهدينكم على تبني سيد المختار. سيد المختار منا أهل البيت. هذه الشهادة والله يعلم الله أنا انفخرت لبلال وللشيخ محمد فضل وقاطعني بشاكر دوعليها وكافيني قاعد الخدم. المهم إخوتي الأعزاء دوروا تسمعوا بقول الحق ونختير أذكركم يعلم الله لو أن المدعي العام لدى الاستئناف ما خان الأمانة وخان النيابة وخان الله ورسوله. يحنا ما نتكلم ولا نعودوا نتمناوا كل شيء يا كارلين. خانت النيابة دورها ولا قامت به وعاد عرض رسولنا لا يعدل ذا لا بد أن نتكلم خوفا من غضب الله. نختير ثالثا نقول خالقين وحدين ما هم متفرسين في القانون ويضربوا أنفسهم وفضا ما هم متفرسين في الشرع يقولوا القضية وفات. أنا هذا شخصيا ما هو بصفتي محامي بصفتي بشر مؤمن بالله أنا ومن أعود عدنا معارضة عن طريق محكمة الاستئناف وهي المعارضة ما فات بت فيها إلى هذه اللحظة. كون المحكمة العليا تظلمنا تابت بت فيها تابت رجع الملف والله إذا من عيطوا إذا ننصركم الساكت عن حق الشيطان الأخرط. نختار نقول لكم أخيرا على نيالي من تفس للقضاء واستقلاليته يا أخوي أميات المحكمة العليا تتفس نفسها. المحكمة العليا تصدر أحكامها بس من وزارة العدل هي نفسها شاك أنها مصرحة من وزارة العدل ومع الدنيا ندافع لها عن استقلال إضرارا بالرسول عليه الصلاة والسلام. أنا مستحيل ما نختار نطول عليكم اصبروا وصابروا ورابطوا واحتسبوا الأجر عند الله تجدونه. سأوحي الكلمة إلى الشريف عميد زعيم الأم الفهد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال من جميع يصلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. هذا اليوم فضيل يوم الجمعة جزا الله خيرا للجماعة اللي تنظم هذه الوقفة يوم الجمعة يوم فضيل وفي شهر فضيل نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نختار خارج مثل نختار نوضح حالكم تو تعالوا بشين قالوا المحرقة تو تعرفوا المحرقة يتكلم حد عنها تعود جريمة متابعة في العالم لأن نقاش قطص من خلقت محرقة اليهود يعود متابعة في المحافل الدولية وتعود تتبرع منه الدول كاملة. أرأيكم لا حدث تاريخي تذكر الناس تذكر الصحابة تذكر الناس كل عدو وجزارحون هذه الفترة التاريخية يا غير ما يقدر يسمع عند الغرب به الجماعات اليهودية متابعة أي رقاج اسمها يتابع شين قال فينا نحن اللي اسمه رسولنا ويستاهلين يا أخوتي يا روالكم يوجع القلب هاي روالكم يقتل يعود في ترابنا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية ينقالنا لما يتواسع ينقالنا لما هو دور المحامي دور المحامي
الدفاع عن عن الأمور المادية والمعنوية المحامي المصالح هو بالمحاماة إلى أن يعود نقاش ما يجد يدافع عن رسوله. أنا مستعد لنتبرع من المهنة إلى أن تعود يتحول بيني مع الدفاع عن جناب رسول الله. أنا متبرع من الوكيل والشتاب إلى أن يعود وكيلي وشتابي يجي تبتسم عن رسول الله. أنا متبرع من الباسي إلى أن يعود الباسي ما يجد يدافع به عن رسول الله. أنا مستعد لطيح ما هو مهم عندي هو ما هو ماني يطيح ما نبغوك احنا تطيح ما نبغوك احنا تطيح ولا يخسر فيك شيء يطيح حد يتكلم عن رسول الله ما يطيح يطيح لا حد ما هو يتكلم عن رسول الله والمخزن لا حد مخزن لا حد موشى كلام رسول الله نحن موشى لنا موشى من الحاد تركينا لها الأيام وسائل الاتصال الاجتماعي اهلي قالوا في فيسبوك وطالب منكم كاملين تهبوا هبة واحدة وتشتغلوا على الشباب اللي قالوا العالم الافتراضي وشان موجه من اللي حاطك تسبنا وتتوعدنا كاملين توعدت الشاعر رسول الله الدول بنشوف تقاتلوا ورانا لكم نحن ما لنا ساكين يا غير ما قاتلنا فيهم ما فيهم حد قد يواجهنا والله يقولنا رائني يقول شملاء يتكلموا ذا من وراء الستار يتكلموا من وراء هذه الوسائل الاتصال الاجتماعي ولا فيهم واحد يجي يوقف قدامنا ويتحدانا ما تحديناه نحن موقف قوة نحن ندافع عن رسولنا الله أكبر الله أكبر وليخسر الخاسرون أنا جاي لكم من مسألة واحدة إن هذا اللي عدت نهاركم له عنده أهمية بالغة ونحن اللي خارج البلد نختارها مات فوتاليكم هذا الحكم تم تأجيل البت فيه تم تمديد المداولات تمديد المداولات شيء طبيعي نحن كمحامون نعرفون انه شيء طبيعي ويخرج يا غير خايف وين مره يخرج وينطق بالحكم ما لنا عالمين معنا ان لا يعود يقضي نحن ما عندك دور باتيك نحن ما عندك دور مرص نحن ما عندنا قايسين الرئاسة الآن عدو تخريب نحن قايسين الحق عندنا والحق شنو؟ إني يتم تطبيق الشريعة تطبيق الإعدام هذا زنديق المهم يوم الجمعة المقبل يوم 20 في الشهر الجاي يوم 20 في الشهر الجاي لا ينعود الاتصال بكم ولا ينعودوا حارسين على لا يخرج هذا الملف هو اهم ملف عندنا انا لي 26 سنه في المهنه مهنه المحاماه اللي فيها 26 سنه اهم ملف قد خشيته هذا الملف له بجي اللي دافع فيه عن راسي ما دافع عن رسول الله بيدي ما يدور دفاعي ندافع عنكم انتوما وندافع عن راسي وانا محامي النصرة ولاني محامي رسول الله بيجي ما انفصل محامي رسول الله ما انفصل محامي يا غير انا فاصل فيه وانتوما فاصل فيه وانا ندافع عنكم انتوما وندافع عن حقوقكم ويوم 20 في الشهر الجاي ندور عند المحكمة ان شاء الله وسيكون النصر حليفنا ان شاء الله الكلمة الان للامين العامي للمنتدى العالمي لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم محمود البدي محمد أحمد البدي عفوا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نعم يا وسيلتنا إلى خالقنا ويا شفيعنا يا حبيبنا يا سيد الثقلين وقرة العينين إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر
صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعثمان وعلي وعن أمهاتنا أمهات المؤمنين وعن آلك الطيبين الطاهرين. وبعد، إنه لشرف لي عظيم أن أخاطبكم من هذا المنبر الكريم، منبر نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، منبر المنافحة والذب عن الجناب النبوي الكريم الطاهر. نعم، يشرفني أن أخاطبكم باسم المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرأسه الشيخ الشريف الشيخ علي الرضا ابن محمد ناجي الصعيدي حفظه الله ورعاه وأنا له في الدارين مبتلاه. وباسم جمهور المنتدى الموقر لا أقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أجمعين. مرحبا بكم يا من أجبتم داعي الله، مرحبا بكم يا من لبيتم النداء نصرة ووفاء وحبا لحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ودفاعا عن جنابه الكريم الطاهر ولبا عن منهاجه الوضاء منهاج الصراط المستقيم. فيا معشر أحباب وأنصار المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، ويا من ترجون شفاعته من حوضه ويا من ترجون شفاعته والشرب من حوضه الذي لا يظمأ من شرب منه أبدا، أجيبوا داعي الله بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلنوها بألسنتكم وجسدوها بأعمالكم صرخة مدوية: لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، عليك أفضل الصلوات وأتم التسليم. فاستمسكوا بالعروة الوثقى، عروة نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا النواجذ، فهي أقوى العرى، فهي أقوى العرى، وهي باب الخير كله. تلك معان فهمها الصحابة رضوان الله عليهم، نعم فهمها عبد الله بن رواحة حين يقول: إني تفرست فيك الخير أعرفه، والله يعلم أما خانني البصر، أنت الرسول، فمن يحرم شفاعته يوم الجزاء فقد أزرى به القدر. فثبت الله ما أولاك من حسن تثبيت موسى ونصرا كالذي نصر. وما أحسن قول كعب بن مالك رضي الله عنه حين يقول: وفينا رسول الله نتبع أمره، إذا قال فينا القول لا نتضلع. فلنكن جميعا درعا وحصرا ومجنا دون الاعتداء على الجناب النبوي الطاهر. فالهداء للحبيب المفدى بالنفس والنفيس والغالي. إننا هنا جئنا نفديه بكل ما نملك، جئنا نعلن ونكرر المناشدة والمطالبة بالثار الشرعي لنا ممن أساء إلى حبيب قلوبنا وقرة أعيننا وبهجة أنفسنا ونور أبصارنا وضياء قلوبنا، وذلك بتطبيق شرع الله في المسيء محمد الشيخ الخطير. حتى تقر فيه أعين المؤمنين جميعا، ونقول كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأقر عين محمد وصحابه
وأذل كل مكذب مرتاب وأقر عين محمد وصحابه وأذل كل مكذب مرتاب. وننادي كذلك بتحكيم شرع الله تعالى في كل المسيئين والملحدين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج من أي فصيل كانوا وتحت أي شعار كانوا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. ولا يفوتني في الأخير أن أنوه بجمعية عين الرحمة التي رخصت لهذا المهرجان المبارك، وأنوه بجهود جميع المجموعات وجميع الفصائل وكل فرد قدم هنا تربية لنداء نصرة الله تعالى ونصرة رسوله لله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لكم هذا الوقوف، وهنيئا لكم هذا الحضور، وهنيئا لكم هذا الاستماع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جموع النصرة الغراء كانت ولا زالت، ويا لك من جموعي دموعهم تسيل من أجل طه فلم تحتج مسيلا للدموع. جموع النصرة الغراء كانت ولا زالت ولا ويا لك من جموعي دموعهم تسيل من أجل طه فلم تحتج مسيلا للدموع. دموعهم تسيل من أجل طه فلم تحتج مسيلا للدموع. في هذا الزمن الذي ظهر فيه المتطاولون على جنابه الرفيع المنيع الذي زكاه الله ورفعه وتعهد وقد شنائه والمستهزئ به، قال جل من قائل: إن شانئك هو الأبتر. وقال جل شأنه: إنا كفيناك المستهزئين. وقال: سيكفيكم الله. وقد تكفى الله سبحانه بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليس بحاجة إلى نصرتنا نحن له صلى الله عليه وسلم. نحن محتاجون أن ننصره ونعزره ونتبع النور الذي أنزل معه، فاتباعه وتمسك بسنته والاقتداء به والاهتداء بهديه هو عين نصرته صلى الله عليه وسلم ومحبته. نسأل الله جلت قدرته وتمت كلمته ونفذ أمره أن يميتنا على سنته ويحيينا على شريعته وملته ويحشرنا في زمرته وجماعته، إنه ولي القادر على ذلك. إخوتي الأعزاء، لا يسعني لا أشكركم جميعا على حضوركم في هذا الجمع المبارك الكريم. محبتنا ونصرتنا لأفضل من نصر صلى الله عليه وسلم، وقد قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وامتثالا لهذا الحديث الشريف، فإني أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى قيادتنا الوطنية ممثلا في السلطات القائمة على أمرنا ونظام نصرتنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومجددا لها الدعوة وطلب باسمكم جميعا أن لا تأخذهم بالله لومة لائم، وأن تطبق شرع الله بكل صرامة في هذا المسيء إلى نفسه وفي كل مسيء مهما كان وإنما كان. والله يحفظ بلادنا ويجنب الشرور والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، تبرأت من أوهامي حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله وقوته. كان بين يدي عنا نقدموا اليوم ميثاق الشرف، ميثاق شرف نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا نسب أحدا إلا من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نخون أحدا، ألا نخون أحدا مهما كان، لا من رئيس ولا من مرؤوس، لا لوجهه هو، إنما نريد أن تبرز فينا أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، من أوائل ما نزل على حبيبنا، أيها الأحباب، من أوائل ما نزل على حبيبنا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه نزلت بعد يقرأ قبل المدثر والمزمن: وإنك لعلى خلق عظيم.
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعانا ولا سبابا ولا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله. أيها الناس، إن قيل لكم يا فتيات إنما أتيتن لكذا كذا، وأنتم يا رجال ويا محرمون إنما أنتم طلاب مناصب بربكم، قارنوا بين هذه الإذاءات التي تقال لكم وبين النبال المتجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يردونها بأيديهم، بل حث ابن عبيد الله شلت يده نسيبة بنت كعب دون رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربها تتوالى عليه حتى كان ما كان من جرح أجوف غاير، كان الصحابة رضوان الله عليهم يصبون الماء في الجرح الغائر ليتبركون بموضع. بربكم، ما قيمة كلمة تقال قبل يوم أو يومين قلت لسنا هواة الظهور وخبنا وخسرنا إن كنا نريد الظهور، خبنا وخسرنا إن كنا نريد العادة من الدنيا، خبنا وخسرنا إن كنا نريد وظائف سامية، خبنا وخسرنا إن لم ننصر رسول الله. لسنا دعاة ظهوري ولا هواة، لسنا هواة ظهوري ولا دعاة فجوري، لسنا دعاة ظهوري ولا هواة فجوري، نصر النبي شعار مسافر في الشعور. إنا وربك قوم نفدي جناب البشير ولا نبالي بهزء من تافه وحقير. أيها الناس، كان من المفترض لسقت مع الإمام المقرئ الفاهم لكلام الله المتدبر لكلام الله عز وجل محمد السالك، لكن كنت أحب أن يسمعكم، لكن عودوا إلى بيوتكم واستمعوا إلى سورة الحجرات كاملة. له إمام إذا تمر، اللهم من حضر مخلصا فتقبل منه، ومن حضر غير مخلص فاغفر له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. إذا عودوا ببيوتكم وحفظوا الأواد، والله يدروا من الشعر ينقيسوا بالعجلة، اسمحوا لي فقط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيبي رسول الله. اسمحوا لنا، أنا والله عالم ولا أنا لا أقبض الوقت ولا أقبض العمر، ما هوش غير مهم عندي ترجعوا ببيوتكم بمسألتين ندروا نقولهم لكم. سورة الحجرات اسمعوها وقرأوها وحفظوها، وكتاب الشفاء للقاضعية اشتراه منكم كل إنسان، إن باع بـ1200 وقية كتاب الشفاء، رجاء أقبلوه. ولين أرجع للشعر، قبل الشعر ندور نقول لكم مسألة تراءت للناس جهرا. الصحابة قالوا كنتم أيها الناس كنتم ترون الآيات تخويفا وكنا نراها بركة. يوم المحاكمة تراءى في الأفق اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس العجب من ذلك في ضحوة النهار، وقالوا فوتوشوب وقالوا، لكن في الليل ومن يحدثني عدل وقد استحلفته بالله. أخ عمار بصفتي ناشط جمعوي عضو اتحاد لا بصفتي من ناحية القانونية
بصفتي عضو نقابة الصحفيين، وقول حامد، وقول الماحي والحامد عن خال عن الخوه اللي يتكلم. غير اسمعني دقيقة، خليك لي. والله دور الناس تصرف كله بخير، والله أول شي نعدل زين زين. ندور كنت نقول لكم، إذا أنا عضو نقابة الصحافة وأنا عضو اتحاد الأدباء، ما نسامي لكم عن يمين الإعلام بالمنتدى العالمي، معناته عني حالا هذه ذي الدقائق مقتطع معنا من الدولة الموريتانية ولا أريد منهم راتبا. إذا اسمحوا لي أنا والله ما كنت مرتبه، غير غفر الله اللي ساعدنا حب الله حبيبي عقار أخلاقي بكلمات أنا والله اللي أتفه الناس، ما نختار حد يقدم لي تقدم كاملة، قال لي خادم رسول الله، لو خر أنا ما عندي له شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي وحبيب رسول الله. المهم عن ترى اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا بعد صلاة المغرب في محيط سوق العاصمة، ومن يحدثني بذلك ابن لي صالح وفقيه محضري، وقد استحلفته بالله فقال لي بأنهم رأوه بضع دقائق حروفا من نور، ولا عجب اسم محمد ما قد يكون عاد اسمه. سلاما يا حيم الهادي سلاما، أردده على شوق دواما، وأرسل في الفضاء حروف وجدي فترجع كرة أخرى غراما، وأعلم أنني في الحب عبد وأقف الجلة المل فابي. أنا اسمحوا لي والله إني أعود ما في إنصات، أنا ليه نتسكت اسمحوا لي، ما هو من قدي أنا، غير في احترام الآخرين هناك يختاروا يسمعوا، لا تشوفوا علمتم على المنصة رجاء، لنحكي قطعة ما يتقبل بيتين، ما يتقبل دقيقتين عفوا. سلاما يا حيم الهادي سلاما، أردده على شوق دواما، وأرسل في الفضاء حروف وجدي فترجع كرة أخرى غراما، وأعلم أنني في الحب عبد وأقف الجلة الملأ الكرامة، أولئك سادتي ونجوم دربي وقلبي بين حضرتهم تراما، فيا اسما تراءى في سمانا محمد حي قلبا مستهاما، فيا اسما تراءى في سمانا محمد حي قلبا مستهاما، إليك خير الناس أشدو، إليك خير الناس أشدو، وأنت الأرفع الأعلى مقاما، وأنت النور يجلو سناء من محياك الظلاما، وأنت الجود يروي نوال من أناملك الأناما، وأنت رسول ربي جئت ختما وفتحا طبت بدءا واختتاما، وأشهد أنك الأهدى سبيلا لمستهد يلوذ بك اعتصاما، وأشهد أنك الأوفى وأشهد أنك الأندى بنانا، وأشهد أنك الأوفى لماما، رسول الله ما ضاعت قواف تسفك مدحها الراقي كلاما، ولا ضاعت مساعٍ ولا ضاعت جهود فيك تسعى، وقد فازت وما خابت مراما، نحبك يا رسول الله حبا نريد به السعادة والسلامة، فكن لي ابن آمنة شفيعا يا ما الحشر أرهقني. ادعو لنا تاهو البتري يشارك، وبعده محل الأحمدية، وبعد ذلك زهير الهدار ورابطة الدبلوماسية الموريتانيين، وشكر الله سعيكم ووفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبع كان اللين حسين، ومع عن طبع كان اللين حسين أمين، وقال أمين مازال في سن الصبيان، وبنى بالدين أساس متين، ورصق بطان متان الشان، وأخلاقه بالناس حلوة، وأول ما يوضع في الميزان لا حسن خلقه هو كان خلقه القرآن. اهنوا نحن نعرف عن اسم محمد كان في السماء لا يتملأ في السماء، اهنوا
قعدوا اسمعوا شكر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف عن اسم الله في السماء ولا قطع يكون في السماء ولا يعود في شماء السماء. قعدوا ما مفاجئنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله الحق الإنسان مقصي كان ويعبد كان وبلا شان، وكيف الحيوان ينباع في الأسواق وينسان كان وحره، والحق لما نبل قطيعة الأرحام، وعم فضل حي الشكور الحمد لله. السلام كان الظلام بل النور وعاد النور بل الظلام. عاقب ياسر من الشين اليم، عاقب ياسر من الشين اليم، بالتقناص ومن سب وذم بين الناس ومن هدر الدم والنهب وقلة الاستجام. جلمين الصادق الأعظم بأعظم وارحم دين لنا وعم فضل حي الشكور الحمد لله. السلام كان الظلام بل النور وعاد النور بل الظلام. الجاهلية ما خلات قد تغفر من الأخلاق، مشات بالخارج من قيم وطغات بالجهل وعبادة الأصنام. وقت الجمود المعجزات مرسول بالإسلام لنا عم فضل حي الشكور الحمد لله. السلام كان الظلام بل النور وعاد النور بل الظلام. مشي قبله كنا ما هي سمعة ما هي درجة ما هي رفعة ما هو سبة ما هو مسعى للسلام يزول الأغمام. وقت جانا محمد عليه الصلاة والسلام عم فضل حي الشكور الحمد لله. السلام كان الظلام بل النور وعاد النور بل الظلام. كان الجهل مقيد العقول، وكان يجور يزوز المعقول، وكان جبار المول بلا مول ومرقب من الهرام أغمام. ومجمول الرحمة مرسول بنعمة الإسلام لنا عم فضل حي الشكور الحمد لله. السلام كان الظلام بل النور وعاد النور بل الظلام. شو يا دليل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ محمد في السماء الله في الأرض، محمد اسمه فوق العرش. بالتالي لا نحتاج إلى دليل. في 2016 حق إنك مدحك يا رسول مدانة وعطاك على طول العصمة وعطاك القبول وعطاك الخلق المتكامل، وأنا كان بحتك فضول حق إني عاقب لك كامل. وغير مفرحني من باب مدحك يا الرسول الكامل عن مثل ما تكتب تجاب كامل ما تخلك كامل. من بالمسيء مسلمين عن ما فيه البراءة غير راهم العجمين بلا ذنب في نساء. والسلام عليكم. وهذا أوان الفكر فاتي بفكرتي، وإن سب مخذول يقال مثقف، وصاحب آراء وخدن قضيتي، وحرية الآراء مكفولة له بأي كتاب أم بأية سنة. يا سب خير الخلق قيل تثبتي، وهذا أوان الفكر فاتي بفكرتي، وإن سب مخذول يقال مثقف، وصاحب آراء وخدن قضيتي، وحرية الآراء مكفولة له بأي كتاب أم بأية سنة. أنا أسمع سب الهاشمي محمد شفيع الورى المختار خير البرية، ونمسك عن سب السفيه وذمه لعمرك لا عين العمام المضلة. أنا أسمع سب الهاشمي محمد شفيع الورى المختار خير البرية، ونمسك عن سب السفيه وذمه لعمرك لا عين العمام المضلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شاكركم كاملين على الحضور، وشاكر القائمين على هذه التظاهرة، وهذا هو خير شيء تجمع عليه مدة. قايل لكم مبشركم عن انتظار النطق بالحكم. أنا ما يسامي المسيئين يا غير. قايل لكم عن انتظار النطق بالحكم عن كافي قاع حتى ارتبط اسمه بنساءتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما فوق شيء. وقول الناس كاملة جيت حاله الكذب والفضول ذاك مدلول يكون مدح الرسول. حد قالوا ما قال الكذب ولا قال الفضول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. كير فواحة وطيبك وفواع القوارير، ما شتك علينا لما غنى، ما شتك علينا لما غنى، واللي ما قال التبريعة نصرة نبينا حقنا من ذي نساء الشنيعة. كلامي لا يوصف قدره، كلامي ما يوصف قدره، له قطرة من بحر علاه وكافيه انه رب شكره مدحه وذن عليه وزكاه، واللي كامل اسميه بسوق انا وضعه ربه وخزاه باسم الحال الحقير يقول وهو عادل رسول الله اكفل واعطى الخلق بلا فذ وساواه. من الله يعدل هو، من الله يعدل مراه، دنيتك عنه ما تستقدم.
خطاه ونجيت الباب الجنة. مفتيح الله هو مولاه والرسول لما يؤمن به ولا ندينه ما يرضاه والقلوب اهتم فيها بذاك يا رسول الله. لا يتكلمونكم عن قضية أساسية، كلمتنا كلمة الدبلوماسيين مخصصينها لشرح قضية نظامية واحلين فيها مجموعات النصرة. هذه القضية هي قضية التوقيع للعارضات اللي مطالبة بإعدام المسيء إلى نفسه والمخيطير. هذه اللوائح اللي يوزعوا عليكم واللي موجود رابطهم الإلكتروني على أغلب المواقع وعلى أغلب المنتديات المهتمة بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نختاروا كل مدة في حي وكل مدة في قرية وكل مدة في مقاطعة وكل تجمع في بليدة سواء في مقاطعات نواكشوط سواء في الداخل سواء في الخارج، يحاولوا ان هذا الرابط ينتشر بين المناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ علي الرضا رئيس المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاكرين على مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم قررها فينا الشريف مناصر بوه، هاي قضية بينهم هما. حكم أن يحكم عليه بما في مذهب مالك وجمهور العلماء، فإني أطلب من المحكمة أن يطبق عليه ذلك على أحسن حال ويجزيهم الله على ذلك خيرا. أسأل الله تعالى أن يجزيهم على ذلك خيرا. وأقول لجميع المسلمين كلمة اختصار، وأبشر الحاضرين بأن الشيخ علي الرضا سيتكلم حالا ذاتي بكلمة، سيتكلم بكلمة الآن. وأقول لهذا المجتمع كلمة مختصرة، وهي أن في الحديث أن آخر الزمان يكون بعض الناس أول النهار مسلما وفي آخره كافرا، وبالعكس على بسبب طلب عرض من الدنيا. فأطلب من الناس أن من أصبح مؤمنا فليحمد الله وليطلب على ذلك، وليطلب من الله تبارك وتعالى أن يدوم عليه ذلك في ذلك اليوم وفي عمره كله. وإذا أمسى مؤمنا فليسأل الله تبارك وتعالى أن يقويه على ذلك وأن لا يزال على ذلك الإيمان حتى يموت. فإن في الزمان فتن فإنه سيقع في الزمان فتن عظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين منها، ويوفقهم لاتباع الشريعة اعتقادا وعملا وجوارح، وأن يحفظنا من المكاره كلها. وأقدم إليكم كلمة رئيس المنتدى الشيخ علي الرضا. نقدم إليكم رئيس المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ علي الرضا بن محمد ناجي الصعيدي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، والحمد لله الذي لا يخيب من رجاه. والحمد لله الذي من توكل عليه كفاه. والحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره. والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه. والحمد لله الذي يكشف ضرنا بعد كربنا. والحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا. والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل منا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة
وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. أيها الجمع الكريم، جزاكم الله خيرا على نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدفاع عن عرضه وعن الشريعة التي نزلت عليه من عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أما بعد، فإني أشكر الحضور جميعا على مناصرتهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومناصرتهم للشريعة التي نزلت عليه من عند الله عز وجل. ثم أشكر الحكومة الموريتانية على ترخيصها لهذا المهرجان الذي أعد لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدفاع عن عرضه وعن الشريعة التي نزلت عليه. ثم بعد ذلك أطلب من المحكمة أن تنفذ حكم الإعدام، أن تحكم بحكم الإعدام بالكاتب المسيء. الله أكبر ولله الحمد، 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 الله أكبر ولله الحمد. العظمة لله وحده، 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 العظمة لله وحده. ثم أطلب من المحكمة أن تحكم على الكاتب المسيء محمد الشيخ والمخيطير بأن تحكم عليه بالإعدام، فإن ذلك هو مطلب مطلبنا جميعا، لأن فيه ردعا لجميع السفهاء والفساق، لأن فيه ردعا لجميع السفهاء والفساق والمنافقين عن سب النبي صلى الله عليه وسلم وعن تغيير الشريعة المحمدية فيما بعد اليوم. ولسنا نقدر أن نجبر المحكمة على حكم ما، بل نطلب منها طلبا مقتنعين به جميعا. أما إجبارها على الحكم فلا نستطيعه نحن، فلا يستطيعه الشعب. ونشكر الدولة أيضا على جميع المهرجانات التي رخصتها لإقامة نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.